واحد بيقول حاولت أن أعيش مع الله حياة إيمانية، ولكن ضغوط الحياة ومشاكلها دائما تعرقل تلك الحياة، وسرعان ما ينتابني اليأس والإحباط، وأفكر في حياة الرهبنة وخاصة إني مؤهل عالي وذو إيمان عالي، ولكن العالم بيجعل إيمان بدون أعمال. إن كانت الضغوط شديدة عليك في العالم هتبقى شديدة في الرهبنة برضه. لازم تنجح على الضغوط وإنت في العالم قبل ما تفكر تروح الرهبنة. وإنت فكرك الرهبنة ملهاش حروف، اقرا بستان الرهبان وشوف الحروف قد ايه. ده في شياطين متخصصين يحاربوا الرهبان، تخصصات